منها كتنظم بامر منها والعائدات ديالها كانت كتمشي لهاد الشركه. وهاد الدلائل هي عباره عن مراسلات الكترونيه كتجمع ما بين مالك الشركه والممثل ديالو والسيده بهية بينو. خلاصه شديده، هذا الملف ملفق مفبرك بسيناريو ما يمكنش يقبلو اي شخص، سيناريو ما مضبوطش، سيناريو ما خيالي. الهدف منه هو الايقاع بهية وايصال واحد الرساله على ان هذا الشخص قوي وما يمكنش ان شي شخص يلتجئ في مواجهته للقضاء. ومن بعد ان شاء الله المرافعه وتتم الملف غنزودوا. تنطالبوا منهم، راه هذا الراجل ما دارش على هاد الدريه هاد الحاله، دارها للناس قبلها وما خاصهاش تبقى مشدوده. خاص البنت تخرج، خاص البنت تخرج من الحبس. واش الولد مشرد على امها تيموت ما باغيش ياكل، ماديه في السبيطار، الولد باغي امو تيقولوا لي راه خارجه ما تيقولوش له راه في الحبس. مسافره. نعم مسافره. كيف هاد الدريه تضرب حياتها 20 عام عندك في الغولف وتخرجها وتشدها في الحبس؟ مالك ما شديتيها بشهر ولا شهرين قبل ما خرجتيها؟ حتى عرفتي راسك غادي تحكم عليك بالقانون ديالها، عاد حكمتي عليها بالحبس. الا كان الحق وكانت المحكمه هي تسمع والسلطه الا كانوا تعرفوا الحق يخرجوا الدريه من الحبس. خاصة الدرية تخرج من الحبس، حنا تنطالبوا الدرية تخرج من الحبس، تنطلبوا من الوكيل ومن رئيس المحكمة ومن الوكيل ومن النيابة، وتنطلبوا من الناس ديال المحكمة يوقفوا معها الدرية راه مظلومة وخاصة تخرج، خاصة تخرج ويحكموا بالحق. وربي راه هو اللي تيحكم بالحق أكثر من كل شيء. خاصة الدرية تخرج وبس، الدرية تخرج. أنا جارتها ومربيها وبحال بنتي، علاش الدريه الولد مشرد في جيه والراجل حالته والام والبو مراد والحاله بسيطه ماشي وشادين الدريه في الحبس؟ ولا تحيل شاد الغولف كامل، شاد بن سليمان كامل. عندنا سلطه، عندنا مالك، عندنا مالك، عاش الملك، عاش المالك، راه عندنا مالك، عندنا الحريه، راه حنا تنعيشوا في الحريه، تنعيشوا في الحريه ديال محمد السادس نصر الله. وباش يسمعوا خاص الدريه تخرج من الحبس. علاش تشد في الحبس؟ واش تخدم معاك 20 عام والتاليه ترد تجيبها للحبس؟ هذا راه منكر، هذا راه ما كاينش، راه تيفرقع القلب. وعاش الملك وعاش المحكمه وعاش متنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.